طلب شمسان بمحاكمة وزير الدفاع لكشف ما حصل خلال سقوط العاصمة بيد المسلحين الحوثيين. وزير الدفاع وجه القيادات العسكرية والمعسكرات بالتسليم وعدم المقاومة، وهذا يندرج أيضا في إطار التواطؤ يعني والتخاذل من قبل صحيح، وهو من الرجال، والرئيس لا يعفى، لأن الرئيس عليه أن يحاسب وزير الدفاع مما جرى، ونطالب بمحاكمة حقيقية وشفافة أمام الرأي العام لما دار، يعني قصدي وما حصل، سواء من التواطؤ أو من التوجيهات، لأنها كلها هي مؤشرات حقيقية لما دار إذا وصفناها من تسليم ممنهج لجماعة الحوثي لتلك المؤسسات. لكننا نقول أن هناك خيانات حصلت لدى بعض القيادات العسكرية أدت إلى هذا الانهيار السريع والتسليم. نقول لقد سلمت هذه المعسكرات لجماعة الحوثي.